تشهد مصر غدا افتتاح أول محطة طاقة شمسية من أصل 32 محطة طاقة فردية تعمل بمشروع بنبان في محافظة أسوان، حيث تخطط الحكومة لإنشاء أول مدينة شمسية في العالم. يعد مشروع بنبان هو جزء من مشروع شموس النوبة الذي سيكون واحدا من أكبر المشروعات في العالم، الذي يوفر ما يقرب من 90% من الطاقة مقارنة بما يوفره السد العالي. يمتد المشروع على مساحة 37 كيلومتر مربع، وسيكون واحدا من بين أكبر مزارع الطاقة الشمسية في العالم، ليستهدف توليد 752 ميجاوات من الطاقة الشمسية لإمداد نحو 350 ألف منزل في المنطقة.